احنا معانا على التليفون الدكتور ايمن سالم، برحب بحضرتك معانا يا فندم، وكيل نقابه الاطباء، اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ شريف، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. ينفع يبقى في اي اليه لوضع شرايح او حد ادنى واقصى للفيزيتا لكشف الدكتور في العياده الخاصه؟ هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه، القانون بيدي النقابه والعلاج الحر او وزاره الصحه الحق في وضع ضوابط لقيمه الكشف في حاله ما اذا كان هناك اختلاف بين الطبيب وبين المواطن على قيمه الكشف. أي. والضوابط بيكون لها معايير بتختلف من زمن لزمن ومن ظروف لظروف اخرى. إلا أن في الحقيقة الوضع ده بيحكمه عوامل كتير جدا بتصعب علينا كنقابة وكإدارة علاج حر أنها تتدخل في ده، خاصة وأن زي ما حضرتك عارف أنه الكشف في مصر ممكن تكشف ب20 جنيه زي ما ممكن تكشف ب1500 أو 2000 جنيه. إيه اللي بيحكم ده؟ زي برضو ما حضرتك عارف الناس اللي بيكشف بألف أو بألفين، اللي بيكشف بألف أو بألفين ده بيبقى حريص على أنه يقلل حجم الضغط اللي عليه، نظرا لأنه حد ممكن يكون متميز في تخصص معين وفي إقبال عليه. يعني هو يعني حضرتك بتقول الدكتور بيستخدم الفيزيتا العاليه دي عشان يقلل عدد الناس اللي داخلين له. بالظبط، لانه هو الضغط عليه هيخليه ما يعرفش يأدي كويس، وفي الوقت نفسه هو عارف كويس. لكن حضرتك عمليا بتقول انه ده شيء غير ممكن التطبيق، ده اللي حضرتك بتقوله. التحكم في قيمه الكشف غير ممكن التطبيق بشكل عملي الا ان القانون بيقوله. اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه قدام المريض نفسه الفرصه ان هو يكشف عند نفس الطبيب مجانا في العمل الحكومي، يعني نفس الطبيب اللي بيكشف ب1000 جنيه في عيادته الخاصه الصبح في العياده الخارجيه في القصر العيني او في الدمرداش او في جامعه المنصوره دي اي جامعه، نفس الاساتذه بيشتغلوا مجانا. طيب. لان زي ما حضرتك عارف برضو ان تقدير قيمه الكشف صعب جدا انك انت تقول يعني يساوي ايه صحه الانسان. طيب. فهنا مساله انسانيه في المقام الاول. مفهوم. تمام. على التليفون سيادة النائب.